السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكبار في جميع أنحاء العالم، هذا شكر خاص وامتنان أول شيء لله سبحانه وتعالى، ثم لقائدي وأستاذي وحبيبي ورائعي الشيخ جمال والشيخ كمال. والله يا شيوخنا ما أستطيع أوفي وأؤدي شكر ما تقدموه من خدمة وعون وتعليم ومعرفة وسفر ترحال محاضرات لقاءات تصوير تطوير برامج كلها في موازين أعمالكم. من هذا المكان من عمير بندر عبد العزيز في جدة أقول يا إخوان أشكركم، ما أستطيع إلا أقول جزاكم الله خير ما على ما تقدموه من خدمة لإخوانكم في جميع أنحاء العالم، ما تبذلوا بهم وقتكم جهدكم حماسكم علمكم فكركم تواضعكم خدمتكم أنتم لها. فبارك الله فيكم في يعني في علمكم وقتكم وجهدكم. ومن هذا المكان أقول لجميع الناس في العالم، لن تعرفوا قدر هذين القمرين الرجلين إلا إذا التقيتما أو التقيتم بهما ووجدتم البركة والحب والسخاء والدعم والعون والمعرفة والعلو وسمو الأخلاق. فأقول لجميع الناس انهلوا منهما، انهلوا من هذان القمران ومن هذان النهران من هذان البركتان. إذن إخوان أنتم في خير، فبارك الله فيكم جزاكم الله خير. ولا تنسونا دائما من دعائكم وأنتم في سفر وأنتم في غربة وأنتم في مكان. لذلك يا شباب أدعو كل أعضاء القادة أو القادة أو الأعضاء في جميع أنحاء العالم أن يبتهلوا لله سبحانه وتعالى الشكر على ما هيأ ويسر لنا وجودكم أيها الكبار في ماليزيا، قرب من الشركة، أخبار محاضرات برامج فكر تطوير. صراع أخوان والله اللسان يعجز والقلب يعجز عن تقديم الشكر والثناء على ما تقدموه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أكاد والله إني ما أستطيع أن أقف، لكن ما أقول إلا بارك الله فيكم وفي جهدكم وقتكم وصحتكم وعافيتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين وكل الشباب والكبار في جميع أنحاء العالم. هذه رسالة للشيخ جمال لك وللشيخ كمال ولكل الرائين العاملين المصورين المشتهرين المنسقين المرتبين لجميع البرامج والمحاضرات والرحلات والندوات والدورات والزيارات وكل شيء. فهذا الجهد ما يأتي إلا من رجال كبار، وأنتم لها أيها الكبار. أخوكم ومحبكم حامد بن علي أبو فيصل، المملكة العربية السعودية، جدة، جامع الأمير بندر بن عبد العزيز.